صح شربتكم وأسعد الله سهرتكم رمضانية هذه. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الكاميرا الخفية على طريقة الأفلام البوليسية. الفكرة جاتنا من محطة الأرتال الشمالية، من يعني محطة التيجيام. محطة التيجيام لاحظنا اللي كون المسافرين وقت يفوتهم القطار بتاع الحواز الشمالية ياخذوا تاكسي، وإذا التاكسي فيه يتكلف غالية شوية ينجموا يلجوا طريقة ستوب، يعني يستعينوا مواطنين أخرين عندهم سيارات باش يطلعوا معاهم، والعملية ذي عادية ومتواصلة على امتداد سنوات عديدة. الفكرة جاتنا من هوني، فكلفنا سامية بن صالح باش تهز السيارة، والسيارة هذه نظمناها بطريقة أن بيبانها تتحل من برا بركة ما تحلش من داخل، وثبتنا في السيارة كاميرا ميكروسكوبية قد هذه باش نجمو ناخذوا اللقطات الداخلية. وكانت هذه اللحظات الفاصلة بين تونس وحلق الواد. سمحت لي خبر يا زكي، بارك الله فيك. بارك الله فيك. بيبان اخرين الله غالب عندي. ما تنساش الله يخف خاطرك، عايشك. عايشك سلام، معرفة طيبة لله وربي يخف خاطرك. ربي كثر منك الناس. مصباح تبارك الله الشتاء. انت كانت راني مرة اخرى متعقلنيش. لا ما عقلكش، ما خدها بالليل. على كل حال اختي اخو بخاتك بارك الله فيك، ما عملت كلبي. ما لا مش لازم نلبس مريض، خليها. لا نسيتش، على كيف عم خير يساعدك. عايشة. عم خير يساعدك. الحاجة اللي تعرفها مصحة عملها. شنو موقف جنبك هذا؟ لا لا حد شيء. شحالك فين؟ اختي سامحني نحكي معك شيء. اي تفضل خذ راحتك. الوقفه هذه مو لاباس. عندي مشكله في البلايك اللي قلتهم لك. حطوا بلاك رقم 5648 يا اخي، مش نورمال ولا البلاكه؟ لا لا انت خذيت نومها؟ يا سير اختي الانسان اللي فهمتي. يا اخي انت معنا ولا معاه؟ مع شكون؟ مع الناس اللي وقفوك قدام. انا الناس. يا جماعه هبطوا بلاك. ما تمشي بحلق الواد ولا؟ اي لله. أتى نوصل خويا. شال أخي؟
بيه سقطين ده سفا سفا يعني الناس هذي بالوقت يقول ده بكشور وقت يكرار دقيقة نجدك أنا شيتك رحبا شي الحكاية هذي ها يوم تحارب جماعة غادي نعم يوم تحارب جماعة غادي تي لا يحشيش رمضان وكا اختي اذا كان مع حاجه ما لا 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 عايش اختي العزيزه ماشي الحق الوالد اي ماشي حق الوالد ما نحبكش باش تقلق في جرتي ولا عاد تكون بشي خير ان شاء الله مفيد انت ما تقلقش ايوا وقت نلك مع امراه ومراه زي وقفوها عباد نتقلق عبارة معاك كاين وقتي معايا ما تخاف من حد شيء يعني معاك انا معاك يبان هذا شنو هذا اللي شنو؟ لا قضية موسالة ان شاء الله خير مش حق الواد وقتي عارفين مش حق الواد عاد وقتي ما نخاف على عليك وخاف على روحي معاك وليت لا لا والله ولد خايف عليك وعلى روحي اختي لاباس والله توجست والله توجست لا حسي حسي خواتي تعب من الشيشة ومن جاليك المفيد تتاخد من دفاع على قاعدة هي إن شاء الله متخلي حد شيء وراك لبس شو في أخدم لها الحكاية ده ضربة في الصحية هي هذه كانت فايدة خاف من حد شيء أنا أخوك خواف رأي لا لا مخاف خواف كتب الله خواف هاك معي هاك معي هاك معي هاك معي كان معك ربي نستنى في إشارة خفيفة بركة اي ونمشي حط شيء في بالك مثلا شيء إشارة مع كل احتراماتي ليك لاباس ما فهمش حتى حاجة نفهمها شريحة شنو ولا لا؟ هذيك الإشارة فين الإشارة؟ باش نمشيو طب فين فين ماشيين؟ ماكش نوصلك الحلقة الواد؟ إي والإشارة شي هذي عايشة؟ أختي تتكلم معايا بكل صراحة للعايشة ها؟ دقيقة أنا كونسنتري تو يا عايشة السينيال هذا هذا هي هذيك نتاع الخدمة خدمة أنت إيش أختي العزيزة؟ تم بعد تم بعد الجماعة شكون جماعة؟ حبيبك؟ حط شيء في بيتك حبيبنا حبيبنا شكون هذا؟ دقيق جيوا يا مدام يا مدام يا كيف يا مدام لبس اختي ابتلو تجمع اصحابي اختي سمحت مش نافذ الجرام لا 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 فمش هبوط تو هابش نشيك ها هابش نشيك تمشي يعني اختي توا تسويت والناس اللي قطعوا السكه شكون نعم لازم الاقي قلت لك عملت فار نعم ها شو هذا شو هذا اختي مش متفاهمين برشا هذوك ها مش متفاهمين برشا كيف فاهمين بالليل مش متفاهمين خلوه في النهار العرك والصراع الناس هذوما اللي قدامي هما نعيط لهم شكون؟ فماش اختروا ولا فما حاجة ايه ولدي ما فما حد شيء انت ما تمشي الحلق الواد بربي
بلاك تبدلت ولا يستاهل خاطر خرج كان مكسر ما حقوش تكلم هذاك شكون هذا؟ هذاك شكون هذاك؟ ماليش حد خديك شو تخلف الحكاية هذيا مش تتكلم أنت ماليش حد خديك اسكت كلمة سر هي كلمة سر هذا يا سر يا أخي طلبت الأخت اش كلمك اش دخلت؟ قلت لها قلت لها عايشة سامحني أما ستوبك ووقفت لي هذا معانا ولا معاهم؟ صلي على النبي قلت لها معاهم شكون معاهم؟ شنو الحكاية بتاعك يا زين؟ معنا ذيك الطاقة أنا مع الأخت أنا مع السيدة اللي قالت أيوة أيوة أي ما نعرف حد أنا كنت صرت على البارح شنو هي؟ ماشي لخير الدين والليلة دوك ماشي لحق الريح أي شو ولدت فيك كلام سر ولدت فيك كلام حق الريح وكلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا جست ما لقيته في التي جي إم أعطاني كلمة سرته ما في حدا كلمة سر عملت سبعي أختي فهمني قلت تفضل قلت لي ماشي الحلق الواد اي فهمني هذيك هي كلمة السر نتاعنا دقيقة أنا جيتك الحمد لله أنا جيت معاك أختي شنو عملت؟ أقعد أقعد دقيقة شنو اللغة نتاعك؟ دقيقة شنو اللغة أختي العزيزة؟ شنو الحكاية يا أختي العزيزة؟ حط شي في بالك ما تحط شيء في بالك تو هذه الساعة الضرب يسمع فيها كذا شو هذا دقيقة أختي دقيقة 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 أبوك دقيقة اللي جيتك يا سيد أخويا هاي درب يا جماعة يا سيد شو حكاية درب يا سيد شو بيمشي يا سيد هاي أخويا العزيز اخويا هذا سكر علي الباب شكون يسكر عليك ولد ولد كهرباء المراه نعم ولد كهرباء المراه المراه نتاعك هذه المدام لا مش نتاعي اخويا من تجيام عملت من تجيام ركبت معها عملت الصوب اخذها من تجيام انا عملت الصوب الاخت هذه ولد كهرباء المدام نتاعك عملت لها الصوب مش مدام نتاعي اخويا على وجه ربي عرضتني عملت لها الصوب غادي تطفل ها صار كلمني نوتة بس هيك هو مسك الباب ولا عليها ها محلول الباب لبس عليه اشتم ها ركبت معها قد تفضل نجينا جيت تقريبا 3 كيلومتر ها شنو المشكل؟ شو المشكل؟ هاي وصلتك انت عملت ستوب وين وين وصلت؟ وانت وين ماشي انت؟ انا مروح حق الباب قلت اطلع من الزي قد تفضل طلعت معها جيت 3 كيلومتر تقريبا وقفت الكهرباء هبطت البلايك هبطت البلايك هي حتى تو اللي ركبت معها ما فهمتش حتى ايش هذا هو اللي صارك هو؟ اما زين بدت بلاكه النوامر هذوما مش الاثنين معناها بدلوه بدت هذوما نشوف فيها نشوف في البلاك كيف كي جايبينه جماعه زدنا مشينا تقريبا جيت حاجه بقله صغيره تلفت لقيت هدي مدافع تضرب مدافع؟ مدافع فروده ولا واحد يا ست ونشوف في الناس تو انت مدفع ولا مدافع اذا مدفع راهو نتاع شقان الفتره هذاك مش مدفع خويا مش مدفع هذا نتاع فروده فروده حاجه اخرى اي ولكن هزوا واحد شخص هزوا قطعوا به السكه ومشوا به البحر شي الحكايه شيء مهم الولد ولا كيف اها كبير هي شفتكم خويا الشرطه انا تو بعد ركبتها دقيقه دقيقه ليه تو مش تطلع تاع المنزليه تاع الاداره انا ما عادش راكب معاها نروح معاك ايه روح معك نشوف نشوف ما ثم حتى مشكل نشوفوا الحكايه يا اخوي سامحني اوكي ما ثم حتى مره ما قعدتش تعرف معايا هي عملت عليا مزيه عملت عليا مزيه ركبتني ما لوش تعرف مش حلو ما يلا كل مره بلش الراجل قتلوه لو هو في البحر قالك بالكش الراجل قتلوه لو هو في البحر على خاطر بعد بريتهمش رجال قالك بعد بريتهمش ريت الطفل ريت الطفل ركبت معنا الطفل اللي ركبت معنا في قصه هذه كانت معاهم يمكن كانت معاهم عندكش حاجة أخرى؟ مروح معاكم مروح معاكم مروح معاكم
هو غلطنا مروح معكم. هو مروح معكم مش انا يا ولدي، ما زلت انا الصباح نخدم. قال لك عندهم رخصه في الموضوع هذا يا سيدي. خويا انا رخصه، انا رخصه حاكم يعطي رخصه في هذا خويا؟ لا اله الا الله، رخصه في تهديد قدامي يضاربوا والنار يا حازم 15. ثبت لنا في حكاية الرخصة ذي، الراجل مش مقتنع، قال لك ما يعطيوش رخصة. لا أنا رخصة تبديل بلايك رخصة. قال لك تبديل بلايك رخصة؟ كيفاش رخصة تبديل بلايك؟ هاكا مسجلة، حتى الرخصة نتاعها مسجلة ومخلصين عليها أمورها منظمة كلها. يا طنطا راهو عندنا رخصة. أنا رخصة أنت تحب تعمل منها قضية؟ تقف الناس لا لا لا، رخصة رخصة في الكاميرا خفية تشبيك. يا هاوكا هنيت، يا هاوكا صوروا فيك من بكري، يا هاوكا هاي امو بصوا طنطا يا خوكات تابعوني ها او يساعدك سبيا ريت على الكاميرا وين ايش الوريد ها وين ريتا مش معا شو المافيا شو المافيا تخلى عليهم. هذه قلت انا سلطان، هي انا سلطان وهي بنتي انا بقول